السماوة إلى كربلاء المقدسة كم يوم تقريبا حسب مشيك؟ يعني حدود يصير 7-8 أيام هكذا. هم أيام كبيرة وطويلة جدا. سيدنا اليوم ما شاء الله هذه الجموع رغم الحرارة، يعني ممكن غير دولة لو عدها هيك حرارة عطلة رسمية وقعدوا بالبيت، هاي تأثر على صحتكم ممكن يعني. تنشأد هذه الوجوه خدمة الإمام الحسين الزائرين بكل حب متوجهين وبلهفة إلى كربلاء المقدسة، هاي شنو دلالة؟ والله إحنا نعرف أنه المعجزة تعريفه هو أمر خارق العادة يندر تكراره، بس ولكن قضية سيد الشهداء سبحان الله هي معجزة ولكن كل سنة تتكرر بصورة أكبر وأكثر. يعني الآن أصبح الأطفال عندهم رغبة أنه ما يكفي أنه مثلا طلع من مكان قريب، يريد من بعيد، قبل يطلع من بعيد يروح يخدم وهكذا، فهي سبحان الله يعني معجزة متجددة. يعني اليوم وراثة حب الإمام. أحسن جزاك الله خير، فهذا هذه أثر الدماء اللي زرعها سيد الشهداء في قلب كل إنسان. يعني اليوم نشوف الثورة في قلب كل إنسان على هواه، يعني تجد كل إنسان تفكيره الحسين مختلف، إنسان يرى الحسين بالخدمة، إنسان يرى الحسين بالمشي، إنسان يرى الحسين بالعلم، إنسان يرى الحسين بالتكاتف، إنسان يرى الحسين بالإنسانية. ولهذا أنت تشوف هذه الجناسي، هذه الأشكال، هذه الأنواع موحدة جدا تحت خيمة الحسين. نعم. يعني أكبر هدف بالعالم ما يقدر يجمع هكذا. بالضبط. سيدني جيت من السماء ومشي إلى وصلت إلى تقريبا طريق لبيك يا حسين بعمود 285، كيف شاهدت الخدمات اللي قدموها أصحاب المنبر؟ والله يعني إحنا عندنا باب بالفقه يسمونه ما وراء الفقه، فهنا أنا ما فوق الكلام، يعني خدمة سيد الشهداء ما تعرف شو صح. يعني توني ألاقي واحد كالبيدة ساعة كبيرة هكذا، أقول شنو يقول لي مكان زار ما يسوي هيك خيبة واحد. ترى هذا يعني حتى إبداع بالخدمة مو فقط خدمة.